كله بسببك. ما فهمت شو قصدك. أمي أمي عم قلك تحركي بسرعة، تحركي أمي، يلا أمي يا جارية. بسببك أنت سقط ابني أنا. أنت وحدة واطية ولازم تموتي، وحدة واطية وحقيرة مثلك لازم تموت. سمعتي 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 يا حقيرة يا قاتلة، موتي وخلصيني منك يا حقيرة يا سافلة. أنتي 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 السبب اللي صرلي، أنتي السبب، أنتي لازم تموتي لحتى أنا أرتاح، موتي وخلصيني. أنتي اللي قتلتيني ابني، أنتي اللي قتلتي وموتي. يلا قومي قومي يا مجرمة، عم قلك يلا تحركي افتحي عيونك، لا تساوي حالك غميانة. في يلا لك عم قلك قومي قومي، في يا قاتلة، في في يلا بسرعة. شو مفكرة مصدقتك سلطانة؟ ليش هيك عملتي فيا؟ بس يا خوفي ما تكون ماتت، بلا ما يشوفنا حدا خلينا نمشي. إذا بتموت أحسن، يا ريت تموت. يلا غلاتي، شغلة التسقيط ما أنا سهلة. أكيد السلطانة ناهي الدوران كتير مزعوجة. السلطان صار معه خبر؟ أنا من الصبح خبرت مسؤول الجناح الملكي بالقصة، وأكيد إبراهيم باشا بيكون خبره. أم السلطان لسه ما دريت. يا ريت يا سنبل لو خبرتني بكير. أكتر وحدة هيام هي اللي رح تنبسط بهالخبر. ريتا تضرب بشكلها، والله وقت اللي بينذكر اسمها بتصير أعصابي ترجف. الحقوني دخيلكم، الحقوني بسرعة. عم قلك قومي يا حقيرة، والله لحتى أدبحك بإيدي. خلص مولاتي الله يخليكي، بلا ما تخلص بين إيديكي. تركيني، أصلاً أنا متمنية خلص عليها. مولاتي بوس إيديكي، يلا خلص طردوها من قصري. حاضر. ورموها للكلاب، بلكي بياكلوها بنرتاح لنا ان شاء الله. خلص. يا ربي دخيلك، يا رب احفظنا واحمينا. شو عاملين فيها؟ قولي يا درة خانم، شو هو اللي مو عاملينه فيها؟ استغفر الله العظيم، معقولة تموت؟ مو ميتي، اطمنوا. خلينا ننادي الحكيمة ونخبر مسؤول الجناح الملكي. فريال لا تقولوا شي لحدا، خلونا نقيمها وناخدها على غرفتها، ما بدي حدا يشوفها وهي بهالحالة. وين رفيقتك هيام؟ مو هون؟ هيام لساتها عند السلطان. عم يقولوا ساحرته للسلطان، فيني أعرف بشو ساحرته؟ لا تقولي هيك حكي، عيب عليكي. ولا غيراني؟ كلنا عنده جواري، ليش ما غار يعني؟ انتو شو عم تستنوا؟ ما عندكن درس؟ يلا تعالوا لهون، وقفوا كلكم بالصف، سبقوني على غرفة الدرس، راجعوا الدروس بين ما اجي، ما رح اتأخر. حرام كيف مشوهتها، هو يا موضع سيء، مو المفروض انه الحكيمة تشوفها؟ نحن رح نحل الموضوع، ما سمعتي شو قالت درة؟ انتي روحي جيبي شي لننظف لجروحها. ما بيمشي الحال هيك يا سنبل، هو يا مو جارية عادية، هي المفضلة عند السلطان. والله إذا ماتت رح ننتهي، ناهي الدوران يلي عملت فيها هيك ما رح يصير لشي، بس والله نحن رح يقطعولنا راسنا. تعرفي اني عبد مأمور يا فريال، بعدين خطيتها برقبة الست درة، وبالنهاية نحن ما خصنا. سليمة Thank you.
يا ست درة وضعه يا ما بيطمن بنوب، ممكن تروح فيها. لا سمح الله، كلها كم يوم وراح تصح. كلامه مزبوط، خلينا على الأقل نخبر إبراهيم باشا. يا ست درة، انتو ما دخلكم بشي أبدا، ما حدا لازم يعرف. لا تخلي حدا يفوت على الأوضة. بس عايشة عم تنام هون، شو بدنا نقلها؟ ليش قلت غرف هون سنبول؟ لا أولى شي غرفة. سنبول لوين رايح؟ درة عندي شغلة مهمة مهمة. هيني متأزاية كتير، في عندها جروح غميقة كتير. ما فيها تاكل لا شوربة ولا شي. يا درة ما جبت لها شوربة، هاي لحمة تازة. والله مو ناقص غير تجيب مشاوي كمان. شو يعني انت جنيت سنبول؟ هاي اللحمة نية، رح نحطها على وشها وعلى المناطق المصابة، ورح تضل هيك كام يوم حتى تعفن. اللحم النية بتمتص الكدمات وبتخلي الوش يتحسن بسرعة. ولا نسيانة يا درة أنه فخامة السلطان ممكن يطلبها بأي لحظة، وقتها شو بنعمل؟ شو رح نقله إذا سأل مين اللي عمل فيها هيك؟ أنت شو جابك لهون؟ طلعي بسرعة لبرا. قالوا لي إنه مرضاني، جيت لأطمن عليها. قالوا لك مرضاني؟ ليش ما بتعرفي؟ ادعي ربك ما تموت، وإلا رح نتبهدل كلياتنا. هلأ بتروحي من هون ولا تورجيني وشك منوب. كتابي هويا سليمان سباسي منيو. اهدي حبيبتي اهدي. ليش هيك صار معي بابا؟ هديك المرة الحية ضربتني، بس أنا بوعدك إنه أقتلها. وشي سليمان ما رح يتطلع فيني. شو هو مهم؟ تعي تعي عدي خلاص ويا تعي.
عادي تركوني. عادي انت ما لازم تقومي وتختي. عادي عادي عم اقول لك تصرخي. خلص اهدي اهدي بعدوا عني. عم اقول لك وشك ما لا تصرخي. يا الله يا الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. كأنها عم تقرا قران. لا ما في صلاه.